وبهذا الشكل نقدم لهم الدعم. وعدة قرارات تطال ليس فقط الشركات الصغيرة والمتوسطة وإنما حتى الكبرى. بالطبع بالنسبة لهذه الشركات يجب أن تقوم بترتيب أعمالها واتصالاتها اللوجستية وبالنسبة خاصة للدول التي فرضت العقوبات نولي اهتماما لمجال الزراعة بالذات ونعمل على ضمان الأمن الغذائي للبلاد. ومن المهم إطلاق عملية الزراعة التي بدأت في موسمها في الأقاليم المختلفة وقدمت لهم التسهيلات عبر القروض التفضيلية وتم أيضا العمل لتسهيل القروض المؤقتة. بالنسبة لتقليص خسائر الأعمال اقترحنا تقليل الإجراءات التي تعتبر زائدة عن اللزوم ومنها الحصول على الرخص بالطريقة المسهلة. وأيضا نسهل عملية الالتزام بالمراقبة التقنية وتم تجميد عملية المراقبة بشكل مؤقت وأقترح تقليص 150 ألف من التفتيش الذي كان مخطط له في السابق. نحن نتفهم حجم التحولات التي يجب على اقتصادنا أن يتخذها ليكون أكثر قوة وسوف يكون هناك الحرية في العمل داخل البلاد ودعم سوق الأعمال واستبدال البضائع الأجنبية بالإنتاج المحلي. ونحن نعمل على مواجهة العقوبات وفقا للخطط وعلى مراحل وبشكل عملياتي. وزملائي ونوابي سوف يتحدثون على تفاصيل أعمالنا. شكرا على اهتمامكم. شكرا السيد رئيس الوزراء. ومن المفهوم أن هناك طلب لدى الناس الآن على بعض أنواع السلع وبلا شك فنحن وبالعمل الهادئ سوف نحل كافة هذه المسائل والناس سوف يستوعبون ويدركون أنه لا يمكن أن يكون هناك أحداث لا يمكن حلها باستطاعتنا أن نحل كل شيء. بالطبع هناك مسائل تتطلب الاهتمام أكثر من ذلك. والآن أطلب من الزملاء أن يتحدثوا عن هذه المواضيع. الآن حول استقرار الوضع المالي الداخلي. السيد الرئيس خلال الأسبوعين الماضيين الدول الغربية كانت قد بدأت واقعيا حربا مالية واقتصادية ضد روسيا وعبر تجميد احتياطاتنا ويحاولون بشكل أو بآخر وقف التجارة الخارجية لنا والصادرات. الدول الغربية تحاول أن تجعل هناك نقص في المواد المستوردة ووقف الشركات التي تعمل بشكل ناجح ولكن برأس مال أجنبي. حاولوا أيضا زعزعة النظام المالي ولهذا السبب اتخذنا عدة إجراءات. بالدرجة الأولى مراقبة هروب رأس المال وخروج رأس المال وخاصة بالنسبة للشركات التي تقوم بتحويل الخارجي.
وأيضا إعادة النظر في دفع الديون الخارجية. سوف نقوم بتسديد التزاماتنا بالروبل، وسوف نستفيد من عبر رفع التجميد عن احتياطاتنا وأصولنا الذهبية وفي العملة الصعبة. ولقد رفعنا من النسبة على الروبل في الميزانية، وحررنا شراء الذهب من الضرائب، وحتى العفو عن رؤوس الأموال، وتم عمل أو مساعدة المصارف والبنوك والشركات التي تعمل في المجال المالي، وقد حضرنا لإجراءات التي كانت بدأت تعود بالنتائج، وحجم الأموال التي بدأ سحبها من البنوك الآن تقريبا توقف، وهذه العملية كانت كبيرة قبل فترة، والآن بدأت يتوازن تحرك رأس المال، والحكومة تأخذ الإجراءات لاستقرار النظام المالي. وباختصار أود أن أتحدث عن الميزانية بشكل عام. الميزانية هي تحت السيطرة، تتقلص الدخل بسبب الغاز والنفط، ولكن في هذه الحالة يمكن أن يعوضها المصاريف، ونحن نتعاون مع البنك المركزي، والأهم هو عدم السماح للتضخم الكبير، ونحن سنقوم بدفع كافة التزاماتنا من الرواتب ورواتب التقاعد والدعم للقطاع الصحي. وفي مايو سوف تبدأ دفعات جديدة للأسر التي لديها أطفال ودخلهم قليل، ولقد خصص مصاريف إضافية في الميزانية لهذا الهدف. أهم الأولويات هي الحفاظ على أماكن العمل ودعم أولئك الناس الذين بحاجة إلى دعم في الوضع الحالي. شكرا للاهتمام. أود هنا أن أقول لدينا برنامج مدروس للتطوير، وهذه البرامج كانت قد أقرت، يجب العمل فيها. أعني هنا برامج الميزانية على كافة المستويات، وأنا أعرف أن وزارتكم ووزارة الاقتصاد والتنمية ورئاسة الوزراء تقومون بتحليل هذه البرامج وتتخذ القرارات، ونحن في الأمس كنا قد ناقشنا هذا الموضوع والآليات الإضافية التي سوف تسمح باستقرار الميزانية. وأود أن ألفت انتباهكم والاهتمام بهذا الموضوع. أما فيما يتعلق بتلك الدول التي تتخذ خطوات غير صديقة تجاه دولتنا واقتصادنا، نحن نعرفهم ونعرف أنهم يطلبوا من مواطنيهم أن يشدوا الأحزمة وأن يلبسوا لباسا دافئا، ويشيرون إلى تلك العقوبات التي يفرضوها علينا وكأنها هي السبب لسوء الوضع في بلادهم. فهذا الأمر غريب. فنحن نقوم بتنفيذ التزاماتنا. أود أن أؤكد أننا نقوم بالتزاماتنا بكافة التزاماتنا، خاصة بمواد الطاقة، ورئيس الحكومة تحدثت معه حول هذا الموضوع. نحن نقوم بتطبيق التزاماتنا بكامل حجمها، ونصدر كل ما هو مطلوب لمستهلكين في أوروبا وفي دول أخرى من العالم 100%، حتى أن
خط الترانزيت الغاز من أوكرانيا مملوء بمئة بالمئة. هذا مدهش ولكن هو الواقع، ولكن الأسعار ترتفع وليس بسببنا وإنما بسبب حساباتهم الخاطئة. ونفس الشيء يطال نمو الأسعار على النفط ومواد النفطية في الولايات المتحدة. لقد أعلنوا أنهم يوقفون واردات النفط من روسيا، والأسعار لديهم عالية، وهناك تضخم تاريخي، وأن هذا نتائج أخطائهم الخاصة يحاولون أن يلقوها علينا، وهذا واضح تماما بالنسبة للخبراء، لأن النفط الذي يصدر من روسيا إلى الولايات المتحدة لا يزيد عن 2%، ولكن الأسعار تزداد، فهذا لا يعني نحن لسنا مشكلة، وإنما هم يحاولون أن يختبئوا خلف هذه القرارات ليكذبوا على شعبهم مرة أخرى. وأنا لا أتحدث عن تلك الدول التي فرضت عقوبات أو قيود غير شرعية مثلا مع إيران، ولقد ذهبوا الآن ليحلوا المشاكل فورا مع إيران ومع فنزويلا، فلم يكن هناك حاجة لفرض مثل هذه العقوبات حينها، العقوبات غير الشرعية. ونحن مع شركائنا أولئك الذين لا يعترفون بهذه التصرفات غير الشرعية سوف نجد حلولا لكافة المشاكل التي يحاولون أن يضعوها أمامنا. ولكن بالعودة إلى البداية، أود أن أطلب منكم أن تنظروا باهتمام إلى إمكانية استخدام آليات إضافية للاستقرار في الميزانية وبهدوء، وأنا أتحدث مع رؤساء الأقاليم كل يوم وألفت انتباهكم إلى هذا الموضوع. حول الآن تفضلوا حول القرارات المتعلقة بالدفعات الإضافية للأسر التي لديها أطفال من 8 سنوات إلى 16 سنة. السيد الرئيس، لقد تم تحضير آلية لتقديم الدعم للأسر ذات الدخل القليل، وهذه الإجراءات دائما تتخذ لدعم هذه الأسر، واليوم يحصلون على هذا الدعم الحوامل أكثر من 200,000، والأسر التي لديها أكثر من 3 أطفال، ولدينا أكثر من 5 ملايين طفل بهذا العمر، ويقدم أيضا الدعم للأسر التي ليس لديها دخل بشكل عام. فإن حجم الدعم نقوم دائما بإيصاله ونلفت الانتباه إلى مطالب المواطنين، وعبر الاتصالات التفاعلية نحن نحلل ما هو الوضع المطلوب ونقدم الآليات نعرض الآليات المطلوبة. أود أن أقول أنه بالنسبة للأسر التي لديها دخل أقل من الحد الأدنى للدخل يجب تقديم المساعدات لها. بالنسبة لهذا الدعم سوف يتم تنويعه وفقا لدخل الأسر من 50% إلى 100% من الدعم المطلوب. إذا في الأسرة هناك عدة أطفال تحت سن 16 سنة، سيقدم الدعم لكل طفل ومن 3 سنوات إلى 7 سنوات سوف يتم التعامل معهم بشكل متكامل. هذه المساعدات سوف تتم من وسائل أو من الأصول للخزينة،
وسيتم تقديم المساعدة عبر صندوق التقاعد. مرة أخرى أؤكد أن أغلبية سكان ليس لديهم ضرورة لتقديم وثائق إضافية، سوف يحصلون على المعلومات عبر مراكز المعلومات الإلكترونية للحكومة. فإذا الأسرة قدمت طلب في بداية مايو سوف تحصل على الدعم في نهاية الشهر، أما إذا قدمت في نهاية مايو سوف تحصل على الدعم في الأشهر الثلاثة اللاحقة. وبالنسبة للأسر التي فيها والد واحد فيمكن لهذه الأسر أن تحصل على المساعدات وفقا للقواعد العامة من 50 و75 أو 100% من الحد الأدنى للإجور. ووفقا للأقاليم كنا قد حددنا الآلية لمعرفة تقديم هذه المساعدات وندرس الوثائق الآن، وسيتم تقديم حوالي 500 مليار روبل بشكل عام لهذا الدعم. شكرا، أأمل أن هذا العمل سيتم تنظيمه حسب المطلوب، وأود أن ألفت انتباهكم لكي يتم إنجاز كافة الأهداف التي نضعها أمامنا. وفي العام الماضي كنا قد قدمنا أو أطلقنا برنامج تقديم الدعم للمخيمات والمعسكرات للأطفال والمعسكرات الترفيهية، وأود هنا أن أطلب منكم أن يتم تطبيق مثل هذا البرنامج أيضا في هذه السنة، ويجب القيام بذلك مسبقا وإعلام مواطنين أنه سيكون هناك مثل هذا البرنامج لتطبيقه في عام 2022. السيد الرئيس، نحن مع زملائنا والحكومة سوف نأخذ بعين الاعتبار هذا الموضوع. السيد باتروشوف. السيد الرئيس، الوضع في السوق مستقر ونحن دائما على اتصال مع الجهات المطلوبة. لقد تم التحضير لزراعة 12 مليون هكتار، وهذا يزيد عما كان قبل سنة. نحن الآن في مرحلة هامة لفترة الزراعة الموسمية، تم التحضير لهذا الموضوع قبل وقت طويل، وهذه المساحات أكثر من 200 ألف هكتار مستعدة أو جاهزة ل الزراعة الموسمية للأعلاف، وهناك زيادة بأكثر من مليون هكتار عن ما كان في العام السابق لزراعة الحبوب والشوندر السكري والبطاطا. وبالطبع في كل منطقة وإقليم يتم تحضير واستعداد المعدات والآليات للقيام بهذه العملية. لقد تم في عام 2021 تحضير وشراء أكثر من 61 ألف آلية للزراعة، والآن تقدم المساعدات عبر القروض، ونحن مع وزارة الطاقة نتابع موضوع أسعار الوقود بالنسبة للمزارعين، والوضع بشكل عام مستقر. في عام 2022
فحسب التوقعات سيكون هناك زيادة حتى في الإنتاج عن عام 2021، وسوف يتم زيادة 5 كيلوغرامات لكل هكتار من المساحات المزروعة. السيد الرئيس، في الختام أود أقول أن تحضيرات للموسم الربيعي للزراعة تم تنظيمه بشكل كامل وفي وقته المطلوب. أود أن أقول أن متوقع 123 مليون طن من الحبوب ومن البطاطا، أيضا 30 مليون طن. وحول الاتجاهات الأخرى فيما يتعلق بالتربية الحيوانية وللمواشي، كانت المعدلات أكثر من العام الماضي، وبالنسبة للمنتجات التي سوف نحصل عليها ستكون أعلى من معدلات العام الماضي. إن الشركات التحويلية تعمل أيضا على إيصال المواد الغذائية للسكان من دون انقطاع، وحسب التوقعات ستكون الالتزامات ب 100% من هذه الناحية. أود أن أقول أن الأمن الغذائي بالنسبة لدولتنا مضمونة ومكفولة. وعاد ذلك أود الإشارة إلى أننا مستعدون لتنفيذ التزاماتنا للصادرات، وإن الموارد المخصصة لهذه الأعمال الزراعية تم إيصالها إلى الأقاليم، وكافة آليات الدعم من قبل الحكومة تم الحفاظ عليها، وخاصة بالنسبة للمواسم الزراعية. ولقد تم دعم برامج القروض، وكذلك فلقد حصلوا على 25 مليار روبل كدعم للقروض التي يجب إعطاؤها للمزارعين حتى أعطي التسهيلات لأولئك الذين لديهم التزامات بدفع وتسديد القروض. ولقد خصصت 12 مليار روبل لدعم المشتريات للمعدات والآليات الزراعية، وستخصص أيضا لزراعة الحبوب مساعدات خاصة تزيد عن 2 مليار روبل. في هذه السنة سوف نبدأ بشراء الحبوب من المزارعين والسكر وغيره من المواد الغذائية. شكرا. نحن في الأمس كنا قد ناقشنا هذه المسائل، وأنا أعرف أن الخطط للمحاصيل والتوقعات جيدة، وأنا متأكد أن هذا سيتم على أرض الواقع، ومنتجين يعرفون كيف يقومون بعملهم، حيث أن خلال السنوات الأخيرة نحن كنا قد حققنا أرقاما قياسية في الصادرات، وشركائنا لديهم مصلحة في التواصل معنا والاستمرار في التواصل معنا. بالنسبة لهم الوضع صعب لإيصال المواد الغذائية لمواطنيهم وبمشاركتنا. نحن سوف نتحدث عن هذا الموضوع بهذا الصدد. أود أن أعلق بالنسبة للسيد مانترو، لأن عمل المجال الزراعي مرتبط بالشركات والمعامل.
فخامة الرئيس، الزملاء الأعزاء، سوف أبدأ بالبدء الأساسي. منذ فترة وجيزة هناك تدفق كبير من أولئك الذين يريدون شراء البدء الأساسية في المقام الأول، الحبوب والسكر، المكرونة والعلبات، وإن أولويتنا تتمثل في توزيع جميع البضائع تدريجيا في المحلات والمتاجر المحلية وغيرها من الأماكن. طبعاً.